يا مساء الخير على كل مشاهدينا مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد، جولة جديدة من جولات استوديو الأبطال، والنهاردة جولتنا أكيد جيم 3 من سلسلة باست اوف 5 في نهائي الدوري ما بين النادي الأهلي وما بين نادي الاتحاد. الحقيقة شفنا تو جيمز كانوا صعبين أكيد على النادي الأهلي وعلى نادي الاتحاد، خاصة إن هم ما كانوش يعني خلصانين فرق سكور كبير جدا. النهاردة بنأمل كل التوفيق للنادي الأهلي، ويبقى يتبقى ليه مباراة واحدة فقط بقى علشان يحسم لقب جديد يضاف لألقابه هذا الموسم. الحقيقة النهاردة هتكون مباراة صعبة جدا، very tough game زي ما احنا بنقول كده بلغة الباسكت. هيكون فيها الحقيقة معدلات جري أكيد أكتر، وده اللي هنتكلم فيه خلال الاستوديو التحليلي النهاردة. خلاص يعني لم يتبقى إلا نصف ساعة على انطلاق هذه المباراة في تمام الساعة 8 مساء طبعا في استاد القاهرة، الصالة الرئيسية باستاد القاهرة. أكيد هنوفيكم بكل التفاصيل، سواء السكواد الأخير، التشكيل للفرقتين، كل ما يخص هذه المباراة هيكون معانا النهاردة خلال هذا الاستوديو. النهاردة الحقيقة أكيد زي ما احنا عارفين أن النادي الأهلي ونادي الاتحاد بيبقى فيه ندية كبيرة جدا في أرض الملعب. مباراة صعب جدا جدا توقعها على المستوى الفني، خاصة ان الفرقتين يعني عايزين نقول ان هم ما قدموش المستوى المرجو في جيم 1 وجيم 2، مش هو ده اللي احنا كنا مستنيينه من نادي الاهلي او نادي الاتحاد. النهاردة اكيد هنشوف مباراة قوية جدا، كل فريق هيبقى عايز يثبت نفسه على المستوى الفني، واكيد هيبقى عايز يطلع بالنتيجة المطلوبة وان هو يكسب النهاردة ويبقى ليه الليد، خاصة ان احنا السيريس متعادلين فيها. خليني طبعا ارحب بضيوفي نجومنا الكبار، والحقيقة بتشرف دايما ان انا اكون معاهم، معزاز جدا على قلبي على المستوى الشخصي اكيد، كابتن طاهر رجب نجم نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق لكرة السلة، نورني ومشرفني النهاردة. الله يخليك يا مريم، وان شاء الله باذن الله تكون فاء الخير ان شاء الله يا رب. وانا متفائل تملي بان وشك حلو عليهم ان شاء الله. ان شاء الله يكون وشنا حلو النهارده يا كابتن طاهر. طبعا منورني اكيد في الاستوديو كابتن محمد السلعوي نجم نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق لكره السله. كابتن سلعوي منورني ومشرفني النهارده، وان شاء الله النهارده يعني نشوف جيم كويس ويليق باسم نادي الاهلي ونادي الاتحاد. ان شاء الله نشوف جيم كويس، لان الجيمين اللي فاتوا كانوا بره مش ممتعين لجمهور كره السله. فان شاء الله النهارده نشوف مباراه كويسه، والتوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن سلعوي. كابتن طاهر خليني ابدا معاك، يمكن احنا شفنا الجيمين اللي فاتوا مش بالمستوى المطلوب سواء من النادي الاهلي او نادي الاتحاد، كان صعب جدا، ولكن النادي الاهلي عنده مشكله كبيره بنشوفها بتحصل في اخر كوارتر تحديدا، يعني يمكن ضاع مننا جيم 1 يعني على ما فيش في الثواني الاخيره، وقدر النادي الاتحاد ان هو يحسمه لصالحه 71-69 بنتكلم برضو على يعني فرق يعني 2 بوينتس ما فيهاش حاجه. جيم 2 كمان 83-79، اي نعم الاريحيه اللي حصلت في بدايه الماتش والبدايه الموفقه اللي احنا بدانا بيها هي اللي خلت الماتش ما يروحش مننا او جيم 2 يروح مننا. شايف ايه اللي بيحصل في الكوارتر تحديدا الاخير بالنسبه للنادي الاهلي؟ هو بنفس الموضوع، ان في فرقه الاهلي بتبقى في اوقات الديفنس بيبقى هو مشكلتها، انما لو جينا على نتيجه الماتشين، ماتش بتاع اذا كان بتاع الجيم 1 او الجيم 2 باستمرار بيكون قريب من نادي الاتحاد، بتحصل ثغرات في الديفنس زي ما حصل مثلا في الماتش الثاني، ان هو ادوا فرصه لان الاتحاد يشوت مستريح، بدليل ان هو قدر يعوض ال 21 بوينت اللي كان فرق للنادي الاهلي، لدرجه ان هو وصل ل 4 بوينت في الاخر. ده يدل على انك انت في الماتشين رغم الاثنين بوينت اللي اتغلبنا فيهم في الماتش الاولاني، انما كان الى حد ما انت كان ممكن تكسب الجيم بسهوله. فده حاجه مطمئنه لينا كاهلي وجمهور اهلي، ان فرقتنا تستطيع تحسم
اللقاء بتاع النهارده، واذا حسمت اللقاء بتاع النهارده هيبقى فيه اريحيه وفي سهوله في انك انت تحسم الماتش الجاي وان شاء الله ناخد الدوري يا رب ان شاء الله. انما يعني النتيجه او السكاوتنج او الاستاتستيك انا شايفها ان هي في اوقات كتير بتبقى في صالح الاهلي، الا في مثلا اوقات الديفنس هو اللي بيخوننا، وباستمرار احنا عارفين ان في الباسكت اللي يعمل ديفنس كويس هو اكيد اللي هيكسب الماتش ويقدر يمتلك الريباوند هنا والريباوند في الاوفنس او في الهجوم والريباوند في الدفاع، ودي نقطة بتبقى لصالح الاتحاد شوية لأنه عنده طفرة في اللعيبة اللي بتلعب تحت الحلقة. إنما عموما أنا يعني لحد كبير متفائل خير من خلال السكاوتينج، يعني من خلال السكاوتينج، يعني الدروب اللي حصل في الكارت الرابع ده لا يمكن أعتقد يعني هيبقى صعب جدا إن هو يتكرر بعد ما كنت كسبان حاجة 20 بوند او 20 بوند توصل لاربعة بوند نتيجة توفيق غير عادي من نادي الاتحاد ادى ان هو يقدر يعوض حوالي 15 18 بوند تقريبا وفي الاخر المسألة او تحسم للنادي الاهلي قبل الماتش دقيقتين ثلاثة. طبعا زي ما احنا شايفين مع حضراتكم عمليات الإحماء معانا على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة استعدادا للمباراة جيم 3 في يعني السيريز دي باست اوف 5 ما بين النادي الأهلي وما بين نادي الاتحاد. بنأمل كل التوفيق لنادينا إن شاء الله النادي الأهلي، ويعني تبقى مباراة برضو يخلصوها بأريحية في التو كوارترز الأولين علشان بقى إيه يعني ما يحصلش نفس اللي حصل في التو جيمز اللي فاتوا. كابتن سلعوي خليني أجي لك، يمكن إحنا كنا بنتكلم خلينا أتكلم على جيم 2 تحديدا. طبعا مستر أوجوستي كان ليه وجهة نظر في أنه هو مش عايز يعمل روتيشن بشكل كبير، ففي عناصر أساسية اعتمد عليها لعبوا أوقات كتير جدا يمكن وصلت لنص ساعة 35 دقيقة في جيم 2 علشان كده يمكن أصيبوا بالإجهاد، وده الأحدث الفارق في طبعا جيم 2 وخلى أن إحنا على الرغم أن إحنا كسبنا المباراة ولكن كنا قلقانين، يعني كلنا كده كنا بنقول لو ما كانش متبقي دقيقة كان ممكن يحصل فيها كلام. شايف انه ده اللي هيحصل النهاردة، هو اكيد عايز يكسب لان النهاردة مباراة فاصلة ومحورية في السيريس فاكيد عايز يكسب. هل هيمشي بنفس التشكيل اللي عمله خلال جيم 2؟ لا، انا اعتقد النهاردة ان مستر أوجوستي كان لازم يعمل كده المباراة اللي فاتت، يعتمد على مجموعة معينة لان كان ليس له حل الا انه يكسب المباراة التانية. لو ما كسبش المباراة التانية يبقى الاتحاد راح في حتة تانية طبعا، فكان لازم يعمل كده. وفي فتره استشفاء تبقى اللعيبه ل 48 ساعه، لكن هو كان المفروض لازم يعمل كده علشان يضمن الجيم. ما حدث في الاخر نتيجه للجهد الفوق طبيعي اللي هم عملوه في الشوط الاولاني والشوط الثاني والشوط الثالث. انت كسبانه الاتحاد 39 دقيقه المباراه اللي فاتت، لكن يعني مثلا النهارده لا، النهارده اعتقد ان هيبقى في روتيشن، هيبقى هيقدر يريح شويه. لكن النهارده المباراه انا اعتقد ان هي مباراه تبقى صعبه جدا لانها احنا بدانا من نقطه صفر تاني، يعني دلوقتي 1-1 قدامنا نقطه الصفر. هي المشكله كمان يا كابتن سعوي دايما في السيريز دي الفريق الخسران بيحضر يعني أحسن. افضل وبيبقى عنده دوافع اكتر، فهي ده خوفنا وده قلقنا. الفرقتين كتاب مفتوح، يعني سواء المدربين او اللعيبه، اللعيبه عارفه بعضيها والمدربين عارفه، لكن هو فعلا الدافع بيبقى اكتر عند الفرقه اللي بتبقى خسرانه. يعني احنا المباراه اللي فاتت الدافع كان عندنا اقوى من نادي الاتحاد، فانت كسبانه طول الجيم 39 دقيقه انت متقدمه. وما حدث في الشوط الرابع ده بقى المشكله اللي احنا هنتكلم معاكي فيها، اللي هي المشكله البدني. مين اقوى بدنيا في الاتحاد ولا الاهلي اللي هيقدر يكمل؟ لان انا شايف ان هي ان شاء الله ممكن تحتاجي جيم لسه كمان، يعني انت كده كده هتحتاجي جيم. يعني طبيعي ان احنا النهارده لو جبنا الليد هنوصل نروح لجيم 4 علشان نحسم. فانت مين البدني اقوى من الثاني؟ مين المدرب اللي هيقدر يشيل التوتر والعصبيه من اللعيبه؟ لان انت كل ما هتطول الماتشات كل ما هتزيد
العصبيه الاهلي عايز يحافظ على لقبه والاتحاد يطمع في هذا اللقب، وخاصه ان الاهلي خسر كاس مصر والاتحاد كسب عنده بطوله. ف لكن التغييرات اعتقد النهارده هتبقى التغييرات كتيره بالنسبه للفرقتين، لان يعني مثلا مصر غوث نزل مهيب، مهيب قدر يحرك الفرقه ويعمل حاجات، عبد الرحمن خالد نزل في الاتحاد قدر يغير شكل فرقه الاتحاد، ففي اذا البنشات قويه بالنسبه للفرقتين، فهي الخطط اللي هتبقى مبنيه. لكن احنا لازم باي حال من الاحوال نسيطر على زي ما كابتن طاهر قال، نسيطر على السلتين في الدفاع والهجوم، نقلل اللي هي الكرات المقطوعه والترن اوفر زي ما بقول، على اساس ان احنا عندنا فوق الاتحاد على طول باربع خمس زياده. زائد ان يعني بنلاقي مثلا ايهاب امين اعلى نسبه ريباوند في الفريق مع انه اقصر لاعب، فلازم كل الجردات يساعدوا ايهاب ويساعدوا الطوال، لان هم الفريق الاتحاد مستو وقوته تحت السلة. طيب نروح دلوقتي لصالة رئيسية باستاد القاهرة، وينضم لنا زميلاتي طبعا العزيزات هنا أبو القاسم وسالة حامد علشان يطلعونا على أجواء ما قبل المباراة والتحضيرات وأيضا السكواد الأخير. اتفضلي يا سالة، سامعين. تحياتي ليكي طبعا يا مريم ولكل كباتن الكبار وضيوفك الكرام طبعا في الاستوديو، الكابتن محمد السلعاوي والكابتن طاهر رجب وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وبالتاكيد برحب بزميلتي هنا ابو القاسم، يمكن هنكون متواجدين النهارده معاكي يا مريم بالتاكيد وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، انا وزميلتي هنا ابو القاسم من داخل صاله واحد باستاد القاهره الدولي لنقل طبعا لحضراتكم كل الامور والكواليس واستعدادات الفريقين سواء فريق النادي الاهلي او الاتحاد السكندري طبعا في ثالث مباراه من سلسله ذا بيست اوف 5 في دور النهائي من بطوله دوري السوبر لكره السله رجالي. طبعا سريعا يا مريم خليني انقل ليكي الاجواء هنا، ويمكن زي ما شفتي بالفعل بدا يمكن فريق النادي الاتحاد السكندري وفريق النادي الاهلي عمليات الاحماء على ارضيه الملعب، ويمكن حاليا فريق النادي الاهلي وجميع اللاعبين يمكن دخلوا في ميتنج سريع، اجتماع سريع مع مستر اجاستي بوش داخل غرفه الملابس الخاصه بالفريق، يمكن طبعا كان بيتكلم معاهم شويه قبل ما يرجعوا ثاني ويستكملوا عمليات احماء. يمكن الفرقتين يا مريم استعدوا بشكل قوي جدا لمباراه اليوم، طبعا مباراه اليوم تعتبر مباراه صعبه، الاتحاد السكندري اخذ ماتش، النادي الاهلي اخذ ماتش، يمكن النادي الاهلي رجع تاني للمنافسه بالتاكيد في سلسله ذا بيست اوف 5. يمكن الموضوع استعد صعوبه طبعا بالنسبه للاتحاد السكندري والنادي الاهلي، الفرقتين استعدوا بشكل قوي جدا، ويمكن هنعرف اكتر الاستعدادات من خلال زميلتي هنا ابو القاسم. هنا طبعا فريق النادي الاهلي استعد بشكل قوي جدا، يمكن طبعا الوقت ضيق ما بين اول مباراه ثاني مباراه وثالث مباراه، عايزين نعرف الاستعدادات منك. اكيد يا سالة، بس قبل طبعا ما اطلعكم على استعدادات الفريقين خلوني في البدايه طبعا ارحب بيكي يا مريم وبضيوفك الكرام كابتن طاهر رجب وكابتن محمد السلعاوي وبكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. خلوني بقى اكلمكم عن استعدادات الفريقين، وفي البدايه استعدادات النادي الاهلي طبعا زي ما احنا عارفين ما فيش وقت كبير بين كل مباراه ومباراه، في يوم واحد بس للاعداد، فطبعا رجال النادي الاهلي قاموا بتدريب امس، تدريب على في صاله الجيم وكمان تدريب على الصاله، طبعا تدريب فني، يمكن كمان كل يوم بيكون في محاضره فنيه بالفيديو مع مستر اوجستي بوش عشان بقى يدرسوا فريق الاتحاد باكتر صوره ممكنه. زي ما احنا عارفين حقيقه ان كل مباراه بتكون اصعب من اللي قبلها في سلسله بيست اوف 5، شايفين منافسه قويه جدا من الفريقين الحقيقه. يمكن نادي الاتحاد السكندري تقدم في المباراه الاولى، لكن بقى رجال النادي الاهلي قدروا يعدلوا النتيجه في المباراه الثانيه، لكن زي ما احنا عارفين المباريات قويه جدا، يمكن بيتم حسمها في الثواني الاخيره من المباراه، كلنا الحقيقه بنكون قاعدين على اعصابنا، في منافسه قويه جدا بين الفريقين سواء في المباراه الاولى او في المباراه الثانيه، واكيد ده طبعا بيخلي اللعيبه في حاله من التركيز بشكل اكبر وبصوره اكبر، عشان بقى يعني كل مباراه الحقيقه اشبه بنهائي لازم يفوزوا عشان طبعا يقدروا يتوجوا بدوري السوبر. عشان كده طبعا رجال النادي الاهلي بيستعدوا بشكل قوي جدا، يمكن هم طبعا في معسكر مغلق من قبل المباراه الاولى اللي كانت يوم 7، طبعا المباراه الاولى في سلسله بيست اوف 5، مركزين بشكل كبير جدا، اكيد عندهم هدف واحد هو الفوز بدوري السوبر. ده فيما يخص النادي الاهلي، الحقيقه انه كمان نادي الاتحاد السكندري نفس الاستعدادات تقريبا، في معسكر مغلق مركزين بشكل قوي جدا، اكيد في منافسه ونديه شرسه بين النادي الاهلي ونادي الاتحاد السكندري. امبارح ايضا كان عندهم ران على صاله استاد القاهره، النهارده كان عندهم محاضره فنيه بالفيديو، يمكن زي ما زميلتي سالا قالت كانوا متواجدين في الصاله عشان يجروا طبعا عمليات الاحماء، يمكن التركيز باين على جميع اللاعبين سواء طبعا النادي الاهلي او نادي الاتحاد السكندري.
لكن في النهايه بنتمنى كل التوفيق لرجال النادي الاهلي، ان شاء الله بقى نكون بنحتفل بالفوز في المباراه الثانيه وكمان يفوزوا في المباراه القادمه ويتوجوا بدوري السوبر. يعني يا سلا طبعا الحقيقه الاجواء اكيد مميزه جدا داخل الصاله هنا، عايزين تتكلمينا بقى عن الاجواء. بالفعل يا هنا، بس طبعا خليني قبل ما اتكلم عن الاجواء وانقل طبعا لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي الاجواء هنا، خليني سريعا اطلعكم على السكواد ليست الخاص بفريق النادي الاهلي ونادي الاتحاد السكندري لبدء مباراه اليوم. يمكن طبعا خلينا نبتدي مع فريق النادي الاهلي تحت قياده مستر اجاستي بوش. البدايه هتكون مع المحترف براندن، عمر عزب، ايهاب امين، مصطفى كيجو، سيف سمير، عمرو الجندي، احمد مهيب، مروان سرحان، محمود وليد، كريم حاتم، محمد ابو النصر، وعمر طارق. ده بالنسبه لفريق النادي الاهلي. بالنسبه لفريق نادي الاتحاد السكندري وتحت قياده الكابتن احمد عمر، البدايه هتكون مع المحترف الامريكي داكسون، يوسف شحاته، عبد الرحمن خالد، مصطفى عاصم، هيثم كمال، ميدو طه، احمد عادل دوله، انس اسامه، ويوسف شوشه، واحمد ابو العيله بيبو، ياسر صالح، وعلي احمد. ويمكن دول 12 لاعب اللي هيكونوا في السكواد ليست الخاص بنادي الاتحاد السكندري. هيكون في لاعب واحد فقط هيكون بره السكور شيت او السكواد ليست، وهو جاسر الكيكي. ده طبعا بسبب الرؤيه الفنيه للكابتن احمد عمر. وكمان خليني اقول لك يا مريم انه يوسف شوشه النهارده هيشارك في المباراه، وهو يعني يرتدي ماسك للحمايه، حمايه الوجه، طبعا بسبب الاصابه اللي تعرض لها في المباراه الماضيه، تاني مباراه في سلسله ذا بيست اوف 5. يمكن تعرض لكدمه قويه في الوجه، ففضل طبيب الفريق ان هو يشارك في مباراه اليوم وهو مرتدي الماسك الحمايه للوجه، طبعا زياده الحمايه للاعب يوسف شوشه لاعب نادي الاتحاد السكندري. كمان سريعا خليني اقول لك الاجواء طبعا هنا زي ما زميلتي هنا ابو القاسم قالت، الاجواء هنا يمكن بالفعل بدا جماهير نادي الاتحاد السكندري وجماهير النادي الاهلي التوافد على الصاله، صاله واحد باستاد القاهره الدولي، ولكن لسه يمكن العدد طبعا مش كبير بالنسبه للجماهير سواء فريق النادي الاتحاد السكندري او فريق النادي الاهلي. يمكن طبعا مع اقتراب موعد المباراه يا مريم هيزداد اعداد الجماهير، ولكن لحد دلوقتي كمان في المقصوره الرئيسيه متواجد العديد من العائلات لجميع اللاعبين في الفرقتين فريق النادي الاهلي او الاتحاد السكندري. فيا رب ان شاء الله طبعا النهارده زي ما متعودين او زي ما بنشوف دايما من كتيبه مستر اجاستي بوش وجميع اللاعبين كره السله يفرحونا النهارده، يكونوا على قدر المسؤوليه يا هنا وعلى قدر طبعا يعني الدعم الكبير اللي بيشوفوه من جماهير النادي الاهلي. باذن الله ان شاء الله النهارده نشوف منهم اداء جيد يا هنا. مظبوط يا ساره. الحقيقه ان انا عايزه اعلق على نقطه مهمه جدا وهو تواجد الجماهير، بالرغم من طبعا انه هم مش متواجدين بساعه الاستاد، لكن الحقيقه من المباراه الاولى وكمان المباراه الثانيه من اول دقيقه لاخر دقيقه بيشجعوا النادي الاهلي. يمكن عددهم مش كتير اكيد 1000 مشجع، لكن صوتهم الحقيقه بيرج الصاله، وده طبعا بيشجع وبيدعم كل اللاعبين سواء النادي الاهلي او النادي الاتحاد السكندري. فالحقيقه احنا عايزين نشيد بجماهير الناديين، عاملين اجواء مميزه جدا، واكيد دي طبعا بتضيف للحماس واداء اللاعبين داخل المباراه. يعني يا مريم دي كانت ابرز الاجواء وكمان طبعا استعدادات الفريقين. طبعا معاكي لو عندك اي استفسارات، والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. شكرا لكم جدا طبعا زميلاتي العزيزات من صالة استاد القاهرة. قبل بدء المباراة خلاص بدقائق قليلة هنا أبو القاسم وسالة حامد الحقيقة أطلعونا على كل ما يخص أجواء ما قبل المباراة، السكواد الأخير، الأجواء. كمان يمكن اتكلموا على نقطة مهمة جدا وهي نقطة الحضور الجماهيري. الحقيقة فعلا أن كل الناس علقت على الرغم أن مسموح ب 500 مشجع لكل فريق، ولكن الحقيقة يعني حضور النادي الأهلي دايما وجماهير النادي الأهلي حتى لو عدد قليل 500 مشجع، لا الحقيقة بيفرق كتير جدا، وبيفرق كمان مع اللعيبة في أرض الملعب. ويمكن ده شفناه في جيم 2 تحديدا، كان الحقيقة الهتافات فرقت بشكل كبير جدا مع لاعبي النادي الأهلي. كابتن طاهر خليني يمكن نتكلم على الجيمات اللي فاتت، عندنا أكتر من عنصر مميز تحديدا في جيم 2، سواء جندي طبعا يعني عمل فرق كبير جدا، ويعني شايفين أداؤه الحقيقة بيتطور كمان موسم عن موسم. براندن برضو كان الحقيقة عمل مستوى عالي جدا، إيهاب أمين. ولكن لما بنتكلم على المشاركات بشكل قليل أو بوقت قليل، سواء مثلا مهيب، عمر عزب، هل شايف أنهم محتاجين
ياخدوا وقت اكتر من كده علشان نفرق ونحس باريحيه، ولا زي ما احنا كده وهم الوقت اللي بيشاركوا فيه ده اللي بيبقى الوقت المهم ونمشي زي ما احنا سواء في جيم 1 او جيم 2؟ هو لا، من الطبيعي ان في ناس بتبقى اساسيه بتشيل جزء كبير من الماتش، وخاصه في الاوفنس في الهجوم، لانه بيبقى عنده موهبه تهديف زي كابتن محمد السرعاوي كده هداف. يعني هي مساله ان هو بيبقى مولود فيه هذه الموهبه. وطبعا انت محتاج ان انت تجيبي باسكت في اي وقت، فدول بياخدوا فترات اطول بكتير. انما لا ننكر مجهود الناس اللي بتخدم على الهدافين دول. طبعا يعني زي ما قال كابتن سرعاوي دلوقتي بيقول ان ايهاب امين رغم ان هو قصير بس عنده موهبه زائد التهديف، عنده موهبه الريباوند، بيعرف الكره رايحه فين وبيوصل لها، عشان كده نسبته في الاستحواذ على الكور المرتده سواء في الدفاع او الهجوم عاليه جدا. سينس عارف يعني من عينيه والكوره، عارف ان هي رايحه في المكان ده فبياخدها، رغم ان هو قصير مش طويل يقدر يوصل زي بقيه ال. انما في بقى انت قلتي مثلا زي مهيب، زي صحيح هو هداف في اوقات كتير السنس بتاعه عالي، بيبقى واقفه اصل الشوتينج ده نسبه الثلاثه بونت مثلا بتبقى احسن واحد في العام 40%، فطبعا ده عنده سنس في الحته دي. في اوقات بتتمسك الناس او يبقى التركيز مع ايهاب امين، مع عمرو الجندي، مع الناس اللي بتجيب سكور كتير، الديفنس بيمسكهم زي ما مسكوا محمد صلاح كده، عارفين ان هو هداف، عشان كده تلاقيه في اوقات في افريقيا ما بيقدرش، بيبقى التركيز معاه اكتر. فهو التركيز مع مهيب لما بينزل فجاه بيبقى اقل، فبيبقى دي نقطه بتبقى لصالح الفرقه لانه بيشوت مستريح. في عمر عزب، في ابو النصر، في دول بقى جنود مجهولين، لان دول بتوع الديفنس، وزي ما اتفقنا ان الديفنس ده مهم جدا طبعا في المكسب. فدول ما بيبانوش لان الناس بتتفرج بتبقى بتقيس مع الجون، مع الباسكت، مع الهدف، بيبقوا مركزين مع الناس الهديفة. إنما الديفنس ساعات ما حدش بياخد باله منه، إنما دول مهمين جدا في إن أنت تروح تجيب باسكت بالنجوم دول وهو يمنع لك باسكت، مما يؤدي إن النتيجة تبقى لصالحك والمكسب في الآخر. ففي ناس مشاركتها قليلة بس مهمين يصنعوا جداً الفارق جداً الحقيقه جداً في الماتشات والسيريس اللي زي دي تحديدا. طيب كابتن سرعاوي، سريعا لو قبل بدء المباراه اتكلمنا برضو، ويمكن احنا عندنا عارفين ان النهارده مباراه صعبه جدا هيكون فيها معدلات الجري اكتر، الديفنس كمان هيشتغلوا عليه بشكل اكبر، مفاتيح الاتحاد اللي احنا محتاجين ان احنا نقفلها النهارده علشان نقدر نفوز باريحيه، خاصه ان احنا مش عايزين نحصل نفس اللي حصل المره اللي فاتت. هم مفاتيح الاتحاد يعني بتتركز في امرين ثلاثه، اول حاجه ايقاف الفاست بريك اللي هو هم على طول بيجروا علينا، فايقاف الفاست بريك بالنسبه ليهم. ايقاف الفاست بريك ازاي؟ ان احنا ناخد الريباوند، لو احنا خدنا الريباوند هنوقف الفاست بريك. زائد ان سرين بويت نسبتهم عاليه معظم اللعيبه، فاحنا ايه ممكن يعني نوقفها عن طريق كل واحد يخلي باله. تمام. طيب ده طبعا اكيد هنتناقش فيه وهنشوف الكوارتر الاول والثاني هيمشي ازاي. دلوقتي هنطلع لفاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه.